يسعد صباحكم جديد مشاهدينا الكرام. نذهب الآن إلى محطة جديدة في الساعة الثانية ونتحدث عن جماليات الفن التشكيلي في الخطاب وتأثير الصور والرسومات واللوحات التشكيلية التي يترجمها الفنانون إلى كتابة أدبية. يعني هو العنوان نفسه لافت بصراحة. صحيح. يعني إنه توظيف الفن التشكيلي في الخطاب الأدبي أو الفني، بالتالي هذا ليس بالتحدي الكبير، ولكن هو نوع جديد من الدراسات والبحوث قامت عليه طبعا الباحثة والكاتبة مريم المصري. صباحك مريم. صباح الوطن جميعاً، وصباح إذاعة تلفزيون فلسطين اللي استضافتنا هون هاي القناة. احنا كمان سعيدين بوجودك معنا، وسعيدين ايضا بهذه الكفاءات الفلسطينيه التي تبحث دائما عن كل ما هو جديد. اليوم مريم عم تحكي عن هذه الجماليه في الفن التشكيلي وتعبيره عن الخطاب الادبي او الخطاب الفني، بالتالي نتحدث عن اهميه هذه الدراسه وعن الاهداف التي سعت من اجلها طبعا مريم في هذا البحث. أولاً بدايةً خليني أحكي لك من وين إجت فكرة هاي الكتاب بشكل عام. فكرة هاي الكتاب إجت إني أنا بحب الرسومات من أنا صغيرة طبعاً، وبحب ألون في الألوان. جميل. فمن أنا صغيرة خلاص ركزت على مصطلحات معينة مثل مصطلح الألوان، مصطلح برجين الألوان بشكل عام، أو تحليل هاي الألوان، كيف هذا اللون المعين إجا بهاي الرسمة المعينة، ما إجا هذا اللون المعين، شو سبب اختيارك لهذا اللون المعين عن غيره، ليش وظفناه هون، ليش هذا الفنان وظفوا هاي الالوان هون، ليش بستخدم اللون الاخضر او بركز مثلا على لون معين بهاي اللوحه حتى تجذب الناس الها. فهاي الفكره تبعتي اجت في مرحله دراستي، اني لما كملت بكالوريوس ماجستير في رسالتي حبيت اخذ شيء جديد، اضل مستمره على النهج القديم اللي انا كنت ماشي عليه من انا صغيره. فاستشرت دكتور رسالتي الاستاذ عمر عطيق ايش اخذ موضوع رسالته، وبما اني انا محبه للرسم على الورق والالوان حكى لي بنصحك بعنوان جماليات الفن التشكيلي في الخطاب الادبي بشكل عام. حكت له دكتور انا حابه اخذ موضوعي في الادب العربي، يعني ما حابه اميل على الاجانب، خلص يعني تكون دراستي مختصه فقط في الخطاب العربي، يعني الشعر العربي والروايه العربيه والسيره الروائيه كمان العربيه، ما تطرقت ابدا للاجانب يعني الا من ناحيه قليله فقط باللوحات الاجنبيه، لانه اصلا عندنا هون كثير قليل ليتطرقوا بهذا الجانب. فهمي علي، انا من هون اجت فكرتي بدايه. حلو. طيب هاي الرساله مريم، لو توضحي لنا بشكل اكثر وبشكل مبسط علاقه الفن في الخطاب، شو المقصود فيه؟ علاقه الفن بالخطاب بشكل عام اني انا باخذ كتاب معين، بشتري روايه او عمل شعري او ادبي، الفنانون واصحاب المكتبات ودور النشر يوظفون بعض اللوحات التشكيليه، قد تكون بعض الاحيان مصوره لا يهتمون بها يعني على الإطلاق، يعني لا يهتمون بصفحة الغلاف هذه، لكن بعض دور النشر تهتم بصفحة الغلاف من ناحية إنه بحيث بيجيبوا فنانين تشكيليين بخلوهم يرسموا هاي اللوحة التشكيلية على صفحة الغلاف. فأنا من هاي الناحية أخذت موضوع رسالتي، درست اللوحة التشكيلية اللي بتكون على صفحة الغلاف، قد تكون على صفحة الغلاف، فأنا بشوف اللوحة التشكيلية هاي فنان معين راسمها وبربطها بالشعر أو الرواية المعينة، هذا جانب أول. ممكن يكون جانب ثاني ما تكون موظفة لوحة الغلاف عليها لوحة تشكيلية، لكن ممكن تكون صفحة لوحة تشكيلية في داخل صفحات العمل الأدبي، بحيث إنه الشاعر أو الروائي يطلع على هاي اللوحة التشكيلية فيخاطبها، يخاطبها ويكتبها عن طريق كلمات في الشعر أو في الرواية، أو ممكن العكس، يعني بحيث انه تشوف والله فنان شاف قصيده لمحمود درويش او رسم. شاف روايه رسمها عن طريق لوحه. فانا بدرس العلاقه الدلاليه بين اللوحه التشكيليه وبين هذا العمل الادبي او الشعر اللي انا بدرسه او السرده. حلو. جميل جميل. فبالتالي انت وظفتي هذا الفن، يمكن الصوره اليوم هي اكثر تعبيرا. نعم. عن الكتابة وهي ايضا ترسخ. صحيح. يعني في العقول في القلوب ايضا، بالتالي انت كيف قدرتي توظفي هذه المكونات للتعبير عن الخطاب الادبي؟ خلينا نحكي انه الصورة ايقونة. ايقونة ورمز بتخاطب كل انسان بينظر لهاي الصورة، لانه اكثر شيء الناس اليوم بتتاثر فيه ايش؟ موضوع الصورة، الالوان، كيف الفنان رسم هاي الرسمة المعينة. فمثلا عندك مثلا عندي في الرسالة أخذت لوحة البحث عن جمل المحامل للفنان خالد حوراني للفنان سليمان منصور، رسم هاي الرسمة، فإجا الروائي خالد حوراني
أخذ فكرة لوحة البحث عن جمل المحامل وظفها في روايته اسمها البحث عن جمل المحامل، فهو جسد اللوحة وقضيته الوطنية والفلسطينية في هاي الرواية اللي تحدثت عن قصة البحث عن جمل المحامل. اللوحة نفسها تحدث وظفها، هي شخصية بتتحدث عن رجل عجوز كبير بالسن يحمل فوق ظهره عين تحمل القدس في داخلها، ورجل كان حافي القدمين يعني. فوظف كل دلالات هاي اللوحة التشكيلية، بتتحدث عن المقاومة، عن التعب، عن الفلسطينيين، عن القدس، عن حمايتها، كيف هذا العجوز كيف يعني كبير بالسن ايش بيحمل دلالات معينة، المقاومة كل ما كان كبير بالسن كل ما بيحمل مقاومة، فحاول هذا الاشي يوظفه كله وين في الرواية تبعته. طيب مريم، قديش تعب يعني انك ترجمي النص لصورة؟ كم بياخذ معك وقت؟ كم بحاجة لتفسير، لإعادة مراجعة؟ حكينا عن هذه العملية. خليني أحكي لك عن كتابة رسالتي أولاً. صراحة يعني الأبحاث اللي أنا جبتها صدقاً كانت جداً متعبة، إني أوصل للوحات تشكيلية وأعمال أدبية بهاي السرعة كان كتير صعب، لأني تواصلت مع فنانين من الخارج، تواصلت مع فنانين من لبنان، من الأردن، من سوريا، من العراق، من الوطن العربي، المغرب العربي جميعه. بعض هون الفنانين ما عندهم يعني مع الأسف يعني اهتمام بهذا الجانب إلا شيء القليل. عندنا في فنان فلسطيني اسمه عبد اللطيف مهنا من الخارج، كتب رواية العوسج وكمان رسم على الرواية تبعته لوحة تشكيلية كمان سماها العوسج، هو فنان وهو كاتب بنفس الوقت. انت بتحكي لي قديش صعب، ففعلا انه صعب وبياخذ وقت ومجهود، لكن في مرحلة صفاء ممكن انت قلمك يكتب كل شيء بهاي النص ساعة او ممكن بالربع ساعة بناء على نظرك لللوحة، لأنك أنت بتتأثر فيها والعكس صحيح. نعم. يمكن إحنا اليوم كمان عم بنشوف إنه في أكثر تطوراً للأبحاث ورسائل الماجستير أو الدكتوراه الخاصة يمكن بمواضيع لم تكن مطروحة على المستوى العربي على الأقل يعني من زمن، بالتالي كل ذلك يعتبر جديد. في نتائج معينة خلصتي لها في هذا البحث والدراسة؟ أولاً أني أنا عززت الخطاب الإعلامي بهاي الرسالة، تمام، وطرقت لمواضيع وطنية، وثانياً أني أنا ربطت اللوحة التشكيلية بالفن الشعر وفن الرواية، وهذا قليل من الكتاب ليعملوه. وما لقيت لحد الآن يعني رواج عندنا هون مع الأسف يعني في فلسطين لهذا الكتاب، لأنه الكتاب ما بتطلع على هاي الناحية. طب حتى ردود الفعل يعني حتى الدكاترة اللي أشرفوا على رسالتك، ردود فعلهم أو انطباعهم كان كتير جميل، لدرجة إنه مشرف رسالة من بيت لحم حكى لي حوليها لكتاب يعني شجعني جميل. والحمد لله حولتها لكتاب في مصر. حلو، في مصر أطلقت الكتاب؟ في مصر أطلقت الكتاب جماليات الفن التشكيلي في الخطاب الأدبي الشعري والسردي، حاليا بروج لعمالي في بلاد تونس والجزائر، هناك بلقوا اهتمام بهذا الجانب بالصورة خصوصا من قبل جانب الصحافة والإعلام، الأدباء والكتاب أيضا، الكتباء جميعهم. نعم. الصحافة والإعلام عندهم قسم خاص هناك في كلية الآداب اللغة العربية. حلو. طيب يعني أنا لفت انتباهي في الصور ريما، في صور الرسومات اللي رسميتهم صحيح إلى علاقة بالأطفال، فهذا جزء مهم أيضا في مخاطبة الأطفال اللي هم الأكثر تأثرا بأي شيء ملموس وتراه العين. حكي لنا أكثر عن هذا الجانب مريم. حكيت لك زي ما حكيت لك، أنا برسم من أنا صغيرة، بحب الرسم. فكرت اني كيف اوصل رسالتي هاي للاطفال. كنت اشتغل في مدرسه خاصه اسمها مدرسه المناهل، حاليا بشتغل بمدرسه مدرسه كامبريدج، فحبيت اوظف هذا الشيء في اللوحات التشكيليه. انا برسم لوحات تشكيليه، خلينا نحكي لوحات وسائل تعليميه. وسائل التعليميه باخذ نموذج كرتون معين مثلا مثل ميكي ماوس او توما جيري، بضيف عليه شيء من المنهاج التعليمي مثلاً حروف أو طريقة تركيب الكلمات، بحيث تطلع اللوحة التشكيلية إيش جديد يعني إيش عصر زي ما بنحكي. فإحنا دمجنا الكرتون مع مصطلحات علمية أو وطنية أو لغة عربية أو بناحية منهاج تدريس يعني شامل في هاي اللوحة التشكيلية. فالطفل دائماً لما نعرض عليه الوسيلة التعليمية بحكي دائماً إنه والله إجاني الكرتون المعين الفلان المعين إنه أعطاني هذا الدرس. فانت شوف كيف هذا الطفل تاثر. صحيح. اكيد راح يكون تاثره غير عند لما ترسم له قلب او هيك شيء يعني عادي يعني. صحيح صحيح وجميل. ايش بتطمحي مستقبلا؟ طموحي اصير كاتبه ان شاء الله عالميه، طموحي اكبر في جانب الالوان والرسم، انا هذا الشيء اللي بتمناه صدقا يعني بالادب والكتابه ان شاء الله بتمنى ان هذا الشيء فيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق لك مريم. تسلم يا رب، انا بدي شكرا لتواجدك معنا. تسلموا يا رب. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك.